فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في قول الشخص أنا مالكي أو حنبلي هل في ذلك محذور؟ لأن بعض طلاب العلم يقول لا يجوز مثل هذا. مش يبي يقول ما في بس، تقول أنا حنبلي أنا شافعي أنا مالك، هذه مذهب أهل السنة، تنكر مذهب أهل السنة، هذا ما يجوز. لكن ما تقول ما في حق إلا في مذهب الحنابلة، هذا ما يجوز، تقول ما في حق إلا في مذهب الحنابلة. أما أن تقول إن المذاهب الأربعة كلها مذاهب أهل السنة والخير، فلا بأس بذلك. نعم.